من الخدمه جيت مع السبعه ونص من الخدمه كنسمع الخبر ديال الناس قالوا لي ما طلعتيش للدار شي هذا السيد، قلت لي ما شفت والو. ملي طلعنا اخويا لقينا الريحه ديالو، قال لك شي يومين وميت، هو كان تيعاني مسكين، كان داير الحديد في رجله وكان عايش بوحدو. راجل مسكين. سمعنا بان العائله ديالو تخلات عليه، واش بصح ولا لا؟ ما تخلاو دارهم وقفوا معاه، هو كيعاني من الخمر، شي مدمن في الخمر الله يعفو. دارهم وقفوا معاه، وقفوا معاه خوش، وقفوا معاه شي 56 عام. فكيف كان التعامل ديالو؟ التعامل ديالو هو من نهار طلق المدام ديالو جي 15 عام، دابا هو كيعاني من الوحده. عنده جوج بنيات، بنيه عندها 28 وحده عندها 19 عام، عمرهم ما سولوا فيه، لا مرته عمرها سولت فيه، يعني ما كيسولوش فيه. هادشي اللي قلت السيد، السيد كان تخلاو عليه العائله، ماشي العائله، خوتو مرشو، خوتو وقفوا مع خوتو، وقفوا مع واحد وقفه السيد الادمان ديال الشراب. ما هذا لا خو بحال تقول شقارو مع السيد واحد، قول ضرب معاهم شي عامين. كان واحد السيده مشاو تهلاو الله وفي عامين، هو جالس مني برا من الحديد، رجع هنا عاوتاني، رجع عاوتاني للبليه ديالو. لا خوتو وقفوا معاه، خوتو الزوجه ديالو جايه شي 20 عام، الزوجه ولاد ديالو، السيد كانش عنده الدار ديالو، وقع واحد الخصام بيناتهم، طلقاته ودات ليه الدار، دات ليه كلشي، حرماتهم من جبنيات. يعني هاد السيد عنده الدار ديالو، سول عليه، سول عليه. دابا كان تيضرب الصباط 2000 درهم كوستيم، كان كان الحاج، الحاج معروف سبحان اللي بيته في شان وصبحها في شان. السيد ماشي نقول لك عائله من الله وما بارك، السبب ديالو ما بناش، والوحده بنا بقى كيرجع لقلبه جبنيات يبعدوا منك. انا لله خاتمه ديالها، شنو نقولوا؟ انا لله بزاف اخويا، راه بحال مربي معايا، انا كندوي معاك دابا وجاتني البكيه، قسما بالله لا اله الا الله. ماشي شي نقول لك شي واحد اللي ما غنديش شهاده الحق، غدور دابا الدرب كامل كل شيء يقولها فيه زوين. وكان السائق ديال الطاكسي كان تيسوق الطاكسي مؤخرا، دار واحد السيده في رجله، هي اللي هو هذا الشيء كامل المعاناه ديالو الوحده، بقى كيرد قلبه بنيات ما كيسولوش فيه، لدرجه كيشوفوه كيقلبوا الطريق. راه 15 عام اخويا، بنادم ما تسولش فيه، عنده بنات وما عنده جوج بنيات، طليقته راه تزوجات، دابا راه ساكنه في بيلفيدير، خدات واحد الجدار ما يبقوش يسولوا فيه. خوتو وقفوا معاه، عنده الدار الدوري، عنده الدار هنا في درب العفو، الدار فيها ثلاثه طبقات، راه كتدخل كتدخل 6 مليون ديال الكره في الشهر، كعارف داتها ليه المراه ديالو. المهم هو السيد نيت اخويا راه جا شي يومين دابا هو في الدار، هو بعد ما كيختفي، بعد ما كنقولوا حنا راه خارج حتى الريحه عطاش. ملي طلع الاخ ديالي بحال هكا باغي يشوفو، لقاو السيد، اتصلوا بالرجال الامن، رغم جاو دابا كيديروا الخدمه ديالهم، كنتسناو في الامور خلاصه القول، انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر خوتو، الله يصبر العائله ديالو، وحنا نبقى فينا مأطرين، كبرنا معاه، كبرنا معاه من الصغر، ماشي نقولوا شي شهاده فيه.